السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن tips for writing MCQ. في البداية لازم نتكلم عن الميلر بيراميد، وليه 4 levels: knows, knows how, shows how, does. الـ MCQ نقدر نقيس بيها 2 levels: knows و knows how فقط. بسرعة هنتكلم عن different instrument for written assessment. عندي الـ open-end question فيها الـ modified essay، الـ short answer، الـ long answer. الـ multiple choice فيها الـ single best answer اللي هو الـ A-type بنتكلم عنه النهاردة، true or false، عندي فيه الـ matching والـ extended matching، وخاصة الـ R-type، وعندي الـ key feature. بالنسبة للمالتيبل تشويس كويتشن فورمات، عندي فيه الوان بيست انسر كويتشنز، الاي تايب، الار تايب، الاكسنج ماتشنج، ودول اللي احنا بنفضل ان احنا نستخدمهم دايما. بالنسبة للترو والفولس خلونا نتفق ان احنا ما عدناش بنستخدمهم، وزي ما حضراتكم عارفين ده بسبب الجيسنج، الريزلت بتكون 50% 50%. القاعدة العامة بتاعتي for selecting item types: a basic principle is select the item that provides the most direct measure of the intended learning outcomes. ودايما نفتكر الالاينمنت ما بين الانتندد ليرنينج اوتكمز والتيتشنج اند ليرنينج اكتيفيتيز والاسسمنت. لو حبيت اقول ايه هو الاناتومي اوف اي تايب ام سي كيو كويشن، هقول اللي عندي فيه الاول الستيم او السيناريو او الفينت اللي هي المقدمه اللي في الاول، بعدها بيجي الليب ان اللي هو الكويشن، بعد كده عندي فيه الالترناتيف او ريسبونس، واحد منهم بسميه الكي اللي هو الاجابه الصحيحه، والباقيين بسميهم ديستراكتور. نيجي لنقطه مهمه جدا تخص الاوبشن. احنا متفقين ان هما في عندي واحده منهم one best answer دي صح، الباقيين لازم يكون فيهم شيء من الصح عشان يكونوا ايه، يكونوا plausible، عشان يكونوا كمان distractor، يعني attract the low achiever student ان هما يختاروهم، ولازم يكونوا كلهم homogeneous. بالنسبه للgeneral rules for writing MCQ، عندي نمره واحد ان هما لازم يكونوا follow the cover the option rules، هنتكلم عنها في الستاد اللي جاي. كمان لازم ان هما يكون assess the ability to examine to apply knowledge، مش just recall، حتى لو عندي اسئله recall لازم يكون عندي كمان high cognitive. cover the option rules ببساطه هي ان انا هcover الاوبشنز، لو الطالب يقدر يجاوب السؤال بدون ما يشوفها يبقى ده good كويتش، ما قدرش يبقى انا عندي مشكله في هذا السؤال. ايه رايكم في السؤال ده لما عملنا كفرنج الاوبشن which of the following is true about pseudogout؟ الطالب يقدر يجاوبه؟ طبعا ما يقدرش يجاوبه، عشان كده هتلاقوني انا حتى في السلايد دي يعني ساد شويه. هنتكلم عن tips for writing الستيم. لو الستيم هت incomplete او هيبقى فيها جزء فراغ او blank، دايما الجزء الفراغ ده انقله وخليه في اخر الستيم. دايما الستيم اخليها في صورة quotation، ما خليهاش في صورة statement. دايما avoid negative quotation، ولو لازم ان انا احطها اخليها emphasized by underline او capital، ونفس الكلام ينطبق على except. كمان عندي بالنسبة للستيم avoid the grammatical clues زي مثلا الـ A أو الـ N اللي بتبقى في الـ last word، وكمان برضو avoid الـ plural verbs اللي هي match plural choice. كمان عندي برضو لو أنا في الـ response فيها كلها common word، الـ common word دي لو في كل الـ response أنقلها فين؟ at the end of the stem. بالنسبة للـ tips الـ responses هيكون عددهم ما يقلش عن 4، ويستحسن ما يزيدوش عن 5. كمان يكونوا كلهم plausible choice، واحدة منهم بس اللي هي اللي صح، استبعد الخطأ تماما، احطهم في one column ما احطهمش in two column، avoid pattern in placing correct answer. عندي كمان بالنسبة للresponses لو انا عندي في range او hierarchy، دايما احط الresponses في ascending order، ده بالنسبة للأرقام. استبعد دايما none of the above or all of the above. avoid language اللي هي تكون identical للموجود زيها في الستيم او من لغة التكست بوك اللي احنا بنستخدمه. بعد ما بكتب الـ MCQ لازم evaluate الـ MCQ against the standardized checklist، فيها 3 categories: category for the whole item checklist، checklist for the stem، checklist for alternatives. في الختام شكرا جزيلا، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وإن شاء الله نلقاكم في فيديو قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.